احنا صراحه ما كناش كاع بغينا نوصلوا لهذا الشيء. احنا خدينا من 2018 من عند هذه الشركه، وكانوا وعدونا غنسلموا في 2019 شهر 1 12/1/2019. ما كان حتى شي حاجه من هذا الشيء، قلنا ماشي مشكل. كان الروتار ديال 3 موا، جات موراها كورونا، قلنا ماشي مشكل. مورا كورونا سالات، ماشي سالات مره، ولكن بدينا سال الحجر الصحي، قال لك غادي نبداو نرجعوا للخدمه، غادي تكون شي حاجه في شهر 12 اللي فات ديال 2020 زعما ديفينيتيفمون غتسلموا الديور ديالكم. ما كان حتى شي حاجه من هذا الكلام. مني جينا عندهم قالوا لنا صافي عفاكم غيسيروا، راه اللجنه خرجات، راه عندنا مشكل في لي تيتر، مني غيخرجوا لي تيتر غنعيطوا لكم، غتسلموا في شهر 1. هذه هي الهضره. من موراها مشاو شي ناس سولوا في المحافظه، لقاو باللي التيتر خارجين، يعني ماشي هذا هو المشكل الحقيقي. حنا ما عرفناش دابا شنو هو المشكل. قالوا لنا دابا سيروا، جينا عندهم هضرنا معاهم حبيا بلا ما نعيطوا لتا شي حد، قلنا لهم عافاكم عطيونا شي دات اكزاكت نمشيو بحالنا، وقلنا امتاش غادي نجيو نتسلموا ديورنا. قال لنا عرفتوا اش غادي ديروا؟ سيروا حتى شهر 2، 30 في شهر 2. قلنا لهم حنا راه ما يمكنش، حنا راه شحال وحنا كنتسناو، راه عام ديال الروطار، الا كتقولوا شهر 2 في 30 عطيونا شي ورقه مكتوبه مسينيه من الشركه على اساس هذاك هو لا دات فين غناخذوا الديور ديالنا. قال لك لا ما نقدر نعطيك حتى شي حاجه، غيبقى هذا الشيء شفويا. انا دابا حنا من المنبر ديالكم بغينا كنطالبوا هذه الشركه باش تعطينا الجور ديالنا وتسلمها لينا في الوقت المحدد اللي قالت لينا. حنا صبرنا عام ديال الروتار، ماشي مشكل صبرنا فيها، ولكن حنا بغينا ديورنا في هذا الشهر، لو ماكسيموم هو شهر 1. ولا كانوا كيقولوا شهر 2 في 30 غنصبروا معاهم، ولكن تكون فعلا شهر 2 يعطيونا ديورنا. وهذا الشيء اللي كاين. شحال دابا شحال من 2018 شخصيا، انا من شهر 5/2018. شحال داروا معكم عام؟ عام، وقالوا لنا التسبيق 10 مليون، 10 المليون. سبقتوا 10 المليون. سبقنا 10 المليون، حنا ما عندناش مشكل نكملوا لهم خلاصهم، غير عطيونا ديورنا. مني فاتوا الديلي ديالهم وما عطاوناش ديورنا، جينا قلنا لهم حنا ممكن تنازلوا، يعني عطيونا عافاكم فلوسنا هذوك 10 المليون، نمشيو نقلبوا على راسنا في شي مشروع واجد. قال لك حقا بغيتي 10 المليون غادي تاخذ منها 2 المليون ونص، هما ياخذوا منها 2 المليون ونص. ولكن الديفو ماشي فينا حنا، فيهم هما نورمالمون، علاش غياخذوا لنا حنا 2 المليون ونص؟ شحال العدد ديال الضحايا بهذا الموضوع؟ واش نقول لك راه شطر، راه شطر 4 وشطر 5، يعني راه كل 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 عماره، كل عماره فيها 30 ديال السكان، كل عماره فيها اكثر من 30 ديال السكان. حنا من الضحايا. شنو دابا المطالب ديالكم؟ حنا بغينا الشقق ديالنا، بغينا الشقق ديالنا، دفعنا لهم تصبيق 10، كنطلبوا غير بغينا الديور ديالنا، ما بغاوش يعطيونا وما بغاو يديروا معنا حتى شي حل، باقي حتى شي حل ما داروه معنا. موجودين، دخلنا شفناهم موجودين، ما بغاوش، ما فهمناش علاش ما بغاوش يعطيونا، موجودين الديور ما بغاوش يعطيونا، ودخلنا موجودين كل شيء، علاش ما بغاوش يعطيونا ما عرفناش. ما قالوش لكم شو السبب علاش ما؟ كل مره كيقول لك حكا راه الناس ديال العماله باقي ما جاوش، حكا باقي خص واحد اللجنه تدوز، ولكن كل مره كيزيدونا في الشهوره، وتا شي حاجه ما كاينه هي هذه. حنا كنطالبوا بغينا ديورنا حيت حنا ضررنا بزاف، حيت راه حنا دابا اكثر من عام وحنا كنتسناو ما عطاوناش. كملتوا ليهم شحال هادو 25 مليون؟ 25 مليون، دفعنا التصبيق ديال 10 مليون، ولكن باقي ما عطاوناش باش نكملوا ليهم البقيه. غادي نتجهوا للقضاء، حيت بغينا الشقق ديالنا نتجهوا. وثائق كتبت؟ عندنا وثائق كتبت بانهم كان خصهم يعطيونا، ما باغينش يعطيونا. ما فهمتش واش هما باغيني باش انهم يحيدوا من داك الاعفاء اللي كاين، ما عرفناش شنو المشكل.